طريقة تحضير شاي الكرك. الخطوة الأولى: أضف الماء في الإبريق إلى مستوى الحد 800 مللتر. اضغط زر التشغيل للبدء في تحضير شاي الكرك. الخطوة الثانية: عندما تصل درجة حرارة الماء إلى 100 درجة، املأ معيار الشاي ومعيار السكر، ثم أضفهما إلى الإبريق. الخطوة الثالثة: أضف علبة واحدة من الحليب المركز واملأ معيار الهي وأضفه في الإبريق. بعد مضي 6 دقائق يصدر الجهاز تنبيهاً بانتهاء شاي الكرك، ويتحول الجهاز من وضع التحضير إلى وضع التسخين تلقائياً. شاي الكرك، شاي الجمعات والأوقات السعيدة. تصميم وإنتاج مؤسسة دلة العرب.